هي جمعية تأسست في 2009 وكان الهدف ديالها يعني تنمية هاد السياحة الجبلية. احنا الهدف ديالنا اننا نعرفوا الناس بالاماكن اللي كاينه في المغرب باش نعيشوا هاد السياحة، بالإضافة أننا نحاول نقدموا يد المساعدة لديك القرى النائية، يعني فك العزلة عن مجموعة ديال القرى اللي بعيدة بزاف ونقدموا لهم يد المساعدة. هي هاد الفكرة بدأت أول مرة ملي كنت باغا نتسلق أعلى قمة في إفريقيا كليمانجارو، تماك فين اكتشفت هاد المشروع ديال القمم السبع. هاد المشروع يعني هو تسلق اعلى قمه في كل قاره، فيعني كانت نبلولة الفكره اللي قريت عليها عجبتني وقلت علاش لا حتى انا نحاول. يعني تسلقت اعلى قمه في افريقيا كليمانجارو 5895 متر، تسلقت اعلى قمه في اوروبا الغربيه مونبلون، وكذلك تسلقت اعلى قمه في اوروبا البروس 5642 في سلسلة القوقاز، وحاليا يعني الإنجاز الأخير تسلق أعلى قمة في أمريكا اللاتينية لاكونكاغوا 6962 متر. إن شاء الله يعني إلا تمكنت أنني نلقى الدعم اللازم المادي اللازم غادي نتسلق أعلى قمة في أمريكا الشمالية دينالي أو موما كيلي 6192 متر بإذن الله في شهر يونيو 2014. هي فعلا هذا المشروع مكلف وتطلب يعني دعم مادي كبير، فداكشي علاش يعني تنبحث على الدعم المادي. حاليا يعني لقيت الدعم من طرف شركة المياه المعدنية عين السلطان اللي حاولوا بداو معايا هذا المشروع تقريبا من 2012. هاد القمة الأخيرة لقيت الدعم من طرف المختبر الوطني للدراسات والتجارب البيدوزو، وبالنسبة للأخرين ضروري مازال ما تنقلب، دفعت طلبات كثيرة وتنتمنى أنني نلقى الدعم باش نكمل هاد المشروع. طوبقال هو أعلى قمة في المغرب 4165 وأعلى قمة في شمال إفريقيا كاملة، ويعني عندنا الزهر انه متواجد في المغرب، فبالتالي يعني من التدريب ديالي انني تنمشي ندرب فيه. يعني الحمد لله نتلقى 4000 حدايا 4000 متر حدايا، فبالتالي يعني احسن مكان للتدريب هو طبقال. فعلا هو انا من الهوايه ديالي ملي كنت صغيره تنمشي للجبال وباش بديت طبقال الى اخره، فيعني ملي لقيت المشروع كان مشى معايا الزوج ديالي في كليمانجارو، فمن اللي رجعت قلت له انا هذا المشروع غادي نبداه وشجعني. يعني رغم انه هو قليل النساء فيه، ولا داكشي علاش نتمنى انني نكون اول مغربيه اللي تتحقق هذا الانجاز باذن الله.